كان مدرب محبوب وناجح، عاش حياته في خدمة الكرة المصرية، لكن في آخر أيامه عاش تحت ضغط وظلم ملوش حدود. النهاردة بنودع الكابتن إيهاب جلال، المدرب اللي حقق إنجازات كتير لكن رحل وهو مظلوم. في الفيديو ده هنعرف تفاصيل رحيل إيهاب جلال، وهنجاوب على السؤال اللي شغل بال ناس كتير، هل فلوسه المتأخرة عند اتحاد الكرة كانت السبب الحقيقي؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. إيهاب جلال الله يرحمه، المدرب اللي كل الناس كانت بتحبه وتحترمه سواء جمهور أو لاعبين، بدأ مشواره في عالم التدريب بعد ما اعتزل اللعب، وكان عنده حلم إنه يبقى مدير فني كبير. البداية ما كانتش سهلة خالص، اشتغل في فرق درجة تالتة وصرف من جيبه علشان يحقق حلمه. كانت كل خطوة بياخدها فيها تحديات كبيرة، لكن كان عنده إصرار على النجاح. رحل إيهاب جلال عن عمر 57 سنة بعد مشاكل صحية، لكن اللي الناس مش بتنساه انه تعرض لضغط نفسي كبير في اخر ايامه. الكابتن حمد ابراهيم المدرب المساعد ليه في الاسماعيلي قال وفقا لموقع اخبار اليوم ان ايهاب كان بيعاني من ظلم كبير بسبب تعامل اتحاد الكره معاه. بعد ما تولى تدريب منتخب مصر لفتره قصيره جدا، تم اقالته بعد شهرين وبس، وده كان سبب صدمه كبيره ليه. اقالته من تدريب المنتخب كانت نقطه تحول في حياته، لانها جت فجاه وبلا سبب واضح. ورغم الإقالة، الكابتن إيهاب ما خدش حقه بالكامل. الفلوس المتأخرة كانت ليه عند اتحاد الكرة فضلت متأخرة سنين، وده زود من الضغط اللي كان بيعيش فيه. فكروا في ده، مدرب يعمل شغله وبيقدم مجهود كبير، لكن في الآخر مش بياخد حقه ولا تقديره. المفاجأة كانت في تصريحات عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، اللي اعترفوا وفقاً برضو لموقع أخبار اليوم إن إيهاب جلال كان مظلوم، وإن حتى كان ليه راتب متأخر لم يحصل عليه. يعني مش بس إقالة مفاجأة، كمان فلوسه متأخرة. الكل كان مستغرب ليه الوضع كان كده، ليه مدرب بحجم إيهاب جلال بيتعرض لكل الظلم ده. الحقيقة إن الضغط عليه كان ليه تأثير كبير على حالته النفسية. الفترة الأخيرة من حياته كان بيعاني من ضغوط كبيرة، مش بس في شغله كمدرب للإسماعيلي اللي كان بيعاني من أزمات كتير، لكن كمان بسبب تعامل اتحاد الكرة معاه. وزي ما حمد إبراهيم قال، الظلم ده كان ليه دور كبير في تدهور حالته الصحية، ورغم كده فضل مكمل في مشواره وما بيستسلمش، ومكافح علشان ينقذ الإسماعيلي من الهبوط لدور الدرجة التانية. مشهد مؤلم إن مدرب بالحجم ده ينتهي مشواره بالطريقة دي. اللي زود من حزن الجمهور والناس المحبة لإيهاب جلال هو إن قصته فكرت الناس بموقف أحمد رفعت، اللاعب اللي تعرض لظلم برضه في الوسط الكروي المصري. الاتنين عاشوا في عالم كرة القدم وواجهوا تحديات وضغوط نفسية كبيرة، ورحلوا وهم مظلومين. هل كانت الفلوس المتأخرة هي السبب الرئيسي في تدهور حالته؟ مش هنقدر نأكد ده بشكل قاطع، لكن اللي واضح إن الكابتن إيهاب جلال عاش آخر أيامه وهو تحت ضغط كبير جداً، سواء من الناحية المهنية أو النفسية. ممكن يكون الظلم اللي تعرض ليه من اتحاد الكرة هو اللي زود الأزمة الصحية اللي تعرض لها، ودخلته في دوامة مرضية ما كانش ليها رجعة. النهاردة بنودع إيهاب جلال، المدرب اللي اتظلم في حياته ونهايته، اتحرم من فرصة إنه يحقق حلمه مع منتخب مصر، وكمان اتحرم من حقه المادي. ورغم كل ده فضل مكمل علشان يحقق النجاح في كل فريق مسك تدريبه، من الإسماعيلي للزمالك للمقصة الإنبي لمنتخب مصر. كان دايماً بيعلم لعيبة ويحاول يوصلهم لأفضل مستوى.